فتح عليه مرزا كريم. بسم الله. ايه الاخبار على شحته؟ كله زي اللوز حليم. وين فينا بقى عشان نلحق الطياره؟ بقول لك يا راس حليمو، الله يخليك يا ريس، لسه شوف الحجاج وهم جايين من الطياره، والنبي لا تاخدوني معاهم. ما انت عارف اطمان المعلمه ما بتحبش عيوتها مخلوق يستقبلها وهي لسه راجعه من الحجاز. هي تجي لكم هنا الحاره وانتوا زفوها بمعرفتكم بقى. تؤمر يا ريس حليمو. يلا يا عم، يلا يا عم قبل ما حد تاني يظبط. ربنا يجيب السلامه. سعادة الباشا صباح الفل. يا صباح الفل. الطيارة اللي جاية من تركيا وصلت بالسلامة؟ وصلت من نص ساعة، والركاب بتوع دلوقتي هيخرجوا. الله يكرمك، ربنا يخليك. متشكرين يا باشا. تعالى من هنا استناهم. مش في داعي كايداهم تعملي شبورة مع بتاع الجمرك، الراجل كده بيأدي واجبه. وماله بس لازم تخش عليهم الدخلة دي عشان محدش يشك فيه. ده انت كده كأني على راسك بطحة وبتقولي فتشني. يا اخويا بلا بطحة ولا تعويرة، بس خلي بالك مراتك بتعمل ايه وبصلي. خلي قلبك جامد زي الحديد. ألف حمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يسلمك. مؤاخذة يا باشا، مؤاخذة. لا ده هياخد الشنط بس، يلا خش خش. ألف حمد لله على السلامة. ماي باسبورت. هو هو. أوكي ثانك يو. العفو على إيه؟ ثانك يو. ألف حمد لله على السلامة يا معلمين. الله يسلمك يا حليم. اتبسطتوا في تركيا كده إن شاء الله؟ الحمد لله كله تمام على ما يرام، الحمد لله إن ربنا جابنا بسلامة. اللي قول لي يا حليم. نعم هنا معلمة. أخبار الدنيا هنا إيه في مصر؟ كله على قسطة معلمة، محضرين كافة شيء، الطرح والمصاحف والسجاديد والسبح كله تمام. إيش تواد؟ أنا عايزة شغل على مية بيضة. عسل يا معلمة، إحنا بنهزر. يا ست الكل على فيلا الصحراوي على طول. طبعا يا مخفي الاسم والصوت والصورة، أنت مال الروح فين؟ هنغير هدومنا إزاي عشان نخش على الحارة يا فاتك؟ اتفضلي يا حاج. يسلم يا حاج. باجي. احبك كده وانت سهل. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يلا حاجه. يلا وحشتنا معلم. الله يخليك يا هلا حليم، نورت مصر. البلطو ده هي بتبقى مفتحه عليه زي الفنجان كده، ده اغلى بلطو على مستوى العالم كله. ايه اللي عينه تبقى مفتحه؟ ده انا بقالي اسبوعين مستنيين. واحنا كمان زيك. انا جاهز. يا لهوي يا بصبتي يا خرابي، ايه اللي انت عامله ده يا ابو البنات؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ لا كيدان، الله احنا مش حجاج وراجعين من الحج. ايه يا حبيبي راجعين من الحج؟ ده الكلام ده نلبسه في الصفا والمروه واحنا بنحج، مش واحنا رايحين الحاره. اطلع غير هدومك، يعني مش فهمش وما بيسرقش فهم وما بيتحاسبوا. اطلع غير هدوم. ايه بس هلبس ايه؟ انا حاطه لك الجلابيه البيضاء على السرير فوق يا حبيبي، يلا اطلع مفهوم؟ طبعا. بقول لكم ايه يا شباب، خلي بالكم من المعلم حنفي، لحسن ده كده هيودينا في 60 داهيه.
بنت؟ ده المرة دي الزفة مختلفة ومتطورة على الآخر. ضمك يا بنت داخلة الحارة ولا كأنها إليزابيث تايلر في فيلم كليوباترا، ولا أبوك المعلم حنفي جاي ينافش ريشه، ولا كأنه يوليوس قيصر في زمانه. لازم كنت تشوفيهم. مين يا بنت انتي وهي باترا وقيصر اللي انتوا عمالين تتكلموا عنهم دول؟ يخرب بيتك يا أمينة، طفي السيجارة، أمك وأبوك يوصلوا من السفر. هما وصلوا؟ أهلا. يا ساتر يا رب. يا بنت انت واكله تطوره يا بنت، بقول لك ابوكي وامك وصلوا، طفي السيجاره بدل ما يشوفوك خلوا عيتك من عياله. اذا كان على ابوكي غلبان اكلفته باكله لحمه راس من المصريه، انما امك هي اللي قادره ومحدش يقدر عليها. يا اختي انا عارفه سجاير ايه اللي بتشربيها، مقتكي ومخلياكي عامله زي المسمومه وطول الليل. مش احسن ما ابقى غاويه اكل وعامله زي الفيل ابو زلومه زيك؟ فيل؟ فين ده فين؟ ما تبصي يا ماما على قوامي اهو، ولا غصن البال ده، انا خلاص ما بقتش عارفه امشي من كتر المعاكسات في الشارع. لو انت الصادقه ده انت عايزه شارع عرضه 60 متر اتجاه واحد عشان تعرفي تمشي فيه براحتك. بنت انت زودتيها قوي، البادي اظلم يا ماما. عارفه لو ما سكتتيش احطك تحتها وهبططك. تحطي مين وراك؟ انت دلوقتي هتمسكوا في بعض قدامي، انتوا اتهبلتوا؟ صدقه لما ماما تيجي احكي لها اللي حصل ده. لا يا حبيبتي بلاش ماما عشان خاطري. سمي يا حبيبتي احنا اخواتك وما تدخليش حد ما بيننا. لا والله. اه والله. دلوقتي عاملين فيها زي القطط اللي شافكم من شهر فاتحين صوتكم قد كده زي الكلاكس ما يشوفكوش دلوقتي. اما الادب حلو صحيح. نتعصل لمسكين. ماما جت الصغيره يا بنت. يا ابتسام. ماما جت. ماما جت يا امينه يا اولاد. على مهلك على مهلك. الحمد لله على سلامتك يا بنت. يا روح قلبي. الحمد لله على سلامتك. وعدتوني. حبيبتي منور بيكوا بيا يا رب. قوي يا ماما. ان شاء الله ما نتحرم من بعضين. بس بقى كلميني عن الزفه الملوكي لامي حبيبتي داخله هزت الحاره بيها. شوف البنت بتتريق على امك. لا مش ملوكي ليه؟ هو انا قليله ولا ابوكي قليل؟ وبعدين احنا كمان ما احنا ملوك، احنا ملوك الحته. ده كده بقى لازم نقول لك حمد لله على السلامه يا سمو الملكه. مبسوط؟ شايفه حنفي بنتك بتتريق على امها؟ لا يا ماما. امينه بتضحك معاك يا حاجه. قولي لي يا بسبوسه، كنت بتاخدي الدواء في ميعاده بقى ولا كنت بتنسيه عشان انا مش موجوده؟ لا يا حبيبتي كنت باخده في ميعاده طبعا، عمري ما نسيته. لا يا ماما، حتى لو كنت بتنسى انا كنت بفكرها. انت فاكره حاجه غير الاكل وكرشك؟ بس بحبك. اعمل ايه؟ شوفي مين ابتسام على الباب. هو في شنطه تانية طالعه ولا ايه؟ لا يا اختي، تلاقي الحلنبوحه اخته روحيه هي اللي طالعه تطمن علينا. لا حول ولا قوه الا بالله، ما تضيعيش حسناتك يا حاجه. قومي يا بنت شوفي مين. حاضر يا بابا. اقعدي يا بنت. هو انت كده اول ما جيب سيره المخفيه اختك تتقلب؟ انا ما اعرفش الولاد عاملنا ايه، زي ما تكون بتسحر لنا. طيب استاذن انا بقى قبل ما المعركه تبدا. سلام عليكم. رايحه فين يا بنت انت وهي؟ مش هتسلموا على عمتكم؟ يا بابا هي اللي راجعه من الحج ولا انتوا؟ وبعدين يعني ما هي في وشي ليل ونهار مش هتلحق توحشني. هي اللي راجعه. طيب قومي بقول لك. حاضر يا بابا. مش كلام فارغ. حاجة ما تنسيش انت لسه راجعة من الحج. اتفضلي يا عمتي. ازيك يا ابتسام؟ اهلا. الف صلاة الف صلاة يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا. الف حمد لله على السلامة يا اخويا. الله يسلمك يا روحي. حج مبرور وذنب مغفور. احنا جايين عشان نقول لك حمد لله على السلامة يا حج، وحمد لله على السلامة يا حجة. الله يسلمك. حمد لله على السلامة يا خالي. الله يسلمك يا حنان يا بنتي. الله يخليك. اقعدي يا روحي. يا اخويا ربنا يكرمك دايما يا رب. حمد لله على السلامة يا طن. تعيش يا حبيبي الطن. يا حنان يا بنتي عامله ايه في الجامعه دلوقتي؟ كله تمام يا خالي، بس انا بقى عايزاك تدعي لي دعوه حلوه كده علشان اجيب تقدير السنه دي واتعين كده وابقى معيده في الجامعه. طبعا ان شاء الله هتبقي احلى معيده فيكي يا مصر يا حنان يا بنت روحية البرنس. يا اختي بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. راجع يا اخويا من الحج وشك منور. يا اختي هو وشه منور وانا ايه؟ مضلمه عليا غضب الله ولا ايه؟ هو ايه اللي مضلمه؟ جرالك ايه يا كيداهم؟ هو انت يعني رحت الحج ورجعتي ولسه حطاني في دماغك وزعقه؟ وانت مين يا اختي عشان احطك في دماغي؟
انا عندي حاجات كتيره قوي مهمه اهم منك احطها في دماغي. اهم ما تصلي على حضره النبي امال. الف صلاه على الحبيب المصطفى. انا كنت جايه يا اخويا عشان ابارك لك بمناسبه رجوعك من الحج، وبالمناسبه يعني اشكرك على الشنطه الكبيره اللي مليانه حاجات حلوه اللي جبتها لنا. اللهم القبيل فيما جرت به المقادير. الهي يا رب ما نتحرم من دخلتك علينا يا اخويا. هتتحرمي يا اخويا بعد الشر. الا قولي الحج السنه دي سمعت كده انه كان صعب وزحمه قوي. الحمد لله يا اخويا انك رجعت سليم. بالنسبه لي انا وكيداهم ما كانش فيه زحمه. اه يا اخويا ربنا كرمك من واسع. اقوم انا بقى واسيبكم تروقوا مع بعض. مع السلامه يا اختي. مع الف ما بدري يا اخويا. ما انا هرجع تاني تكونوا فقتوا ورقتوا كده. قال على راي المثل يا بخت من زار وخفف. لا وانت بتحسي وبتفهمي في الاصول قوي. لا انت عارفه كويس قوي كيداه ومن انا بحس وبعرف في الاصول قوي وجاي عشان اعمل واجب. كتر خيرك يا اختي. فوتك بعافيه يا اخويا. ما بدري يا اختي بدري. سلام. خد امك معاك يا حنان. خديها. جرأي يا كيداه في ايه؟ دي مهما كان اختي برضه. مش كفايه انك مقعده في قلب بيتي بلوشي؟ ما يصحش يا ماما، ما يصحش بجد اللي انت عملتيه ده في عمتي خالص يا ماما. بصراحه احرجتيها اخر احراج. ايوه قولي لامك. هو انت كده ما تصدق ان يجي حد في صفك؟ جرى ايه؟ الله هو احنا في حرب. هي اختك كده لازم اوريها الوش البلاستيك حكم دي تخاف ما تغسشيش. وبعدين تعالى لي هنا. تعالى قولي ايه موضوع الشنطه المستفه دي؟ جبتها امتى وازاي وفين؟ تعالى يا بابا. تعبني وعايز الحق العشاء. سلام ظهرك يا عايشة. يا صباح الفل يا معلم. صباح الخير يا اخوات. صباح الفل. ايه الاخبار؟ كله تمام يا سيدي المعلمين الحمد لله. الف حمد وشكر ليك. السفيرة عزيزة رجعت امبارح ومعاها متعوس الرابع حنان. دول داخلين بحته زفه ملوكي. فاتتك انت اللقطه دي يا معلم. اخويا انا كنت اشوف الامله. قول لي اخبار الفرن ايه؟ والله يا معلم الحال نايم. كم صنف اللي عملهم فرن كيداهم كان الجو مننا. طب ما نشوف الاصناف اللي بتعملها كيداهم ايه ونعمل هنا زيها واحسن. طب ما ننزل الاسعار يا معلم ونسحب الرجل علينا. لا مش هي دي الفوله يا فؤاد. كيداهم طول عمرها حظها في رجليها، تحط ايدها في التراب يبقى ذهب. مش هي دي برضه الحب القديم يا معلم؟ يا ريتني ما حبيت ولا تنيلت. ليه انت مش قادر تنساها لغايه دلوقتي؟ تتبلت يا ابني. ده حاجه من قديم الزمن بقالها فوق من 40 سنه. وبعدين هو يعني اللي خلق كيداه وما خلقش غيرها؟ امال ليه يا معلم مش راضي تتجوز لغايه دلوقتي؟ بصراحه حكايه كيداهم دي صدت نفسي عن صنف الحريم. وبعدين بيني وبينك ما لقيتش الحرمه اللي تكيفني اللي تدخل قلب كده من غير لا احم ولا دستور. ايوه يعني ربنا يديك الصحه يا معلم، بس برضه يعني العمر بيجري. عايزين نفرح بيك كده ونشوف لك ولي عهد. ربك يعمل اللي فيه الخير. ماشي يا سيد المعلمين، اروح اشوف شغل انا بقى. ربنا يخليك لي يا حبيبي. شغل كتير كنت جاي ادحنك. اه طيب روح انت هو هيحصلك. مالك؟ وبعدين يا حنان جدع اللي اسمه عدوي ده بصراحه بقى مش مرتاح له. ليه بس يا حبيبي؟ ده واد جدع وشايل الحمل عنك. بقول لك ايه؟ انا راجل دغري ودم حامي بصراحه ما بحبش الست اللي انا هتجوزها يفضل واحد باصص لها في الرايحه والجايه. خصوصا انك مش اي ست. احنا لازم نشوف له سكه ونمشي من هنا. براحتك يا حبيبي. ايه
الدوشه اللي هناك؟ مش عارف يا معلم اروح اشوف في ايه. لا استنى انا جاي معاك. يعني ايه يا اخويا الشقه اتاجرت وال2000 هي في اللي انا كعاهم راحوا فين؟ بص انت وهو ده انا اوديكوا في 60 داهيه مش انا يا اخويا اللي اتنصب عليا الدلعات. قريب انت الله ايه الشبوره اللي انت دخلنا بيها دي؟ يلا يا نصاب يا حرام انت والراجل العره اللي جاي يخطف شقه من مره. بلاش قله ادب وكلمي كويس. لو انت دافعه 2000 جنيه انا دافع 3 ومش هجيب الشقه دي غير على جثتي بقى كده. طب اتشاف دماغه على روحك. يا مين دي يا عم ما تتكلم يا عم دماغك. تعال لي بقى. يلا بقى. الله 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 هو في ايه يا عيال؟ تعالى يا معلم. اوعى واد التواب في ايه؟ الله 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 ومين اللي كوم الراجل ده ورماه على الرصيف كده؟ انت يا اللي بتسمي انت ايه اللي حضرتك يا بنت عندنا هنا في الحته وتطلعي مين وعايزه ايه؟ وانت مالك انت يا وليه اللي حصل؟ والولو عليك ساعه وسكت وليا؟ لا انت مش عارفه تتكلمي مني يا بنت انت ولا ايه؟ اقفوا مع وجهه وكلمي عادل اللي اجيبك نصين. ودي مين دي ان شاء الله تطلع مين دي؟ خلاص يا بت دي المعلمه كيداهم. معلمه عليك انت يا جعير. لا بقى ده انت عايزه تتربي وتعرفي ان الله حق. نشرحها ونخلص يا معلمه. لا اللي زي دي عايزه مره تعرف تربيها وانا اللي هكيفها كويس قوي. انتوا شايفين الراجل ساحب في دمه واقفين بيتفرجوا؟ ما حد يتصل بالاسعاف. لا اجل الاسعاف يا ناطع انت كمان عشان هشيلهم توينز هي وهو. تمور يا معلمه. انا كمان مش هحط مقامي من مقامك. انا هجيب لك بنتي من بنات يا كريمه. تعالي يا حبيبتي كيفي الوليه دي. ايه ده؟ جميلتي اللي جت اللي هدبها علينا في حتتنا. وايه جبل المقطم اللي جاي يتدحرج علينا ده يا اختي؟ ما كنتش عامله حسابك. جبل مقطم ايه يا وليه يا دائري يا ام كعب داير انت؟ بسك عليها يا بيت. تعالي ده انا هعرفك دلوقتي مقامك. لا تعالي لي انت بقى يا روح امك. روح امك يا نهار ابوك اسود. انت عملت في البيت ده الله يحفظك. ايه اللي عملتيه ده؟ الله يخرب بيت ابوك. يلا بقى. ايه الحكايه بالظبط؟ ابدا يا سعاده الظابط. بلاوي بتحدف علينا. البنت دي لازم تحبسوها. اتهجمت علينا في الحتة وضربت الراجل الغلبان زي ما حضرتك شايف كده وعورت بنتي كمان. يا بيضة هما اللي نصبين وحرامية ونصبوا علي. اخراسي دك قطع لسانك من الغلوه. بلاوي بتتحدف علينا ان ما ربيتك ما باش انا المعلمة كيداهم. ايه ده؟ اتفاكرين نفسكوا فين؟ الو يا ست اللواء. لا ابدا انا في الاسم عشان موضوع صغير كده. بنت الشوارعيه لابط كده جت رمت بلاها علينا في الحته. عورت واد عندي كده غلبان وضربت بنتي كمان. قال ايه؟ عايزه تسكن عندي بالعافيه كده. حاضر عينيا الاتنين. سياده اللواء بدر سليم عاوز يكلمك. الو اهلا يا سياده اللواء. اهلا يا باشا. لا يا باشا لا لا ده موضوع بسيط وهيخلص على طول ان شاء الله. لا لا ممكن كلمتين على الانفراد يا معلمه؟ قوي قوي يا معلم اتفضل. مش حرام عليكي تفتري على البنت الغلبانه دي بالناس اللي انت مستويه بيهم؟ جرى يا معلم عادل. هو انت معايا ولا معاها ولا ايه حكايتك بالظبط؟ انا لا معاكي ولا معاها. انا مع الحق. الواد الصبي بتاعك راح خد منها القرشين اللي حالتها واجر لها شقه وبعد كده راح اجر نفس الشقه الراجل تاني. يعني نصب عليها. لا مؤاخذه ما تقولش نصب دي يا معلم. اخرس يا واد. اما المعلمين يتكلموا انت تخرس خالص. خرسنا يا سيدي. اطمن سعادتك يا فندم. لا 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 تحت امر حضرتك يا باشا. ماشي يا فندم. سلامه الله. اتفضل اتفضل. الف سلامه. اتفضلي يا معلمك يا دهو. تقدري تتفضلي انت والرجاله بتوعك واحنا هنعمل اللازم. متشكره يا حضره الضابط. تحت امرك. بالاذن يا معلم. يلا يا رجاله. يلا معلمه نستاجز احنا. سلام عليكم. الف سلامه. الله 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 الله. يا بيه يا بيه ده عقد ايجار الشقه هتلاقي تاريخه قبل العقد بتاع الراجل ده. حتى لو كلامك صحيح تقومي تعملي فيها فتوى وتفتحي دماغ الراجل وتنزلي ضرب في مخاليق ربنا؟ ليه هي سايبه؟ الا بالحق يا واد يا حليمو. انت فعلا نصبت على البنت دي؟ يعني كانت كاتبه معاك عقد قبل ما يجي المستاجر الجديد ودفعت لك ثمن الشقه؟ يا معلمه البنت دي حوارات قعدت تفاصل معايا وخنقتني وفي الاخر دفع ال2000 لحلوح بطلوع الروح. انما الراجل التاني ده عسل.
حط التلات بكاوي وما فتحش بقه. طب بذمتك انت قد الشقه لمين فيهم؟ يعني عشان خاطر 1000 جنيه تعمل فينا اللي انت عملته ده؟ اتجننت في عقلك ولا ايه؟ تجيب بنت ما تسواش نكله تخلي اللي ما يشتري يتفرج علينا في الحته، واحنا طول عمرنا اسياد الحته؟ ما نعرف منين يا معلمه انها هتعمل الشبوره دي كلها. طب افرض ما كانش عندنا واسطه كنا عملنا ايه؟ اتفضل قدام حسابي معاك بعدين. يلا اخويا يلا يا مخفي انت كمان. حضره الضابط دي بنت غلبانه نصبوا عليها وخدوا الفلوس اللي حلتها. ومين حضرتك بقى ان شاء الله؟ انا المعلم عادة والناشف، ومستعد اراضي الراجل ده واديله التعويض اللي يطلبه ويتنازل عن المحضر. انا متشكره قوي يا معلم، انا مش عارفه اودي بصراحه جمايلك فين. على ايه يا صافيا؟ الناس دي بعضيها، وبعدين انت صاحبه حق. هو المعلم عادة وكده ما يحبش حد يجي على حد ابدا. ربنا يخليه يا رب ويوقف له ولاد الحلال. قول امين. امين يا رب. ان شاء الله. انا بقى قولي لي بقى انت ناويه تعملي ايه دلوقتي؟ والله يا معلم ما انا عارفه، انا حتى حاجتي وعفشي اللي اترموا في الشارع مش عارفه هما فين دلوقتي. لا ما تقلقيش عليهم، في الحفظ والصون. ازاي يعني؟ انا خليت الرجاله بتوع يلموه ويحطوه في المخزن، وانا بنفسي هوديهم لك منين ما تحبي واطلعهم لك لحد البيت وافرشهم بنفسي كمان. ربنا ما يحرمني منكم، انا مش عارفه اودي جمايلكم دي فين. ناويه قولي لي هو انت منين يا صبحي؟ انا من طنطا وجيت هنا عشان اكل لقمه عيش. طيب ومالكيش حد هنا؟ لا والله يا معلم، انا مقطوعه من شجره، ابويا مات من زمان وامي حصلته من سنتين. هو انت بتشتغلي ايه اصلا يا صفي؟ انا زي ما تقول كده بعمل من انساده وبالعجوه وبعمل بوريك باليانسون وحاجات كتير يعني، وكنت ناوي اعمل فرشه في الحته يعني واقعد ابيع فيها على قدي. الله 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 الله، ده انت بقى صاحبه كار زينا. لا يا معلم العفو، وانا ايش وصلني ليك؟ انا يعني كده على قد حالي. طب الكاب وصلني. شو يا فؤاد؟ ماشي يا سيدي المعلمين، اركب يا صافي. سمي بقى وخش برجلك اليمين. الله، دي شقة حلوة قوي يا معلم، دي حلوة قوي، بس أنا مش هقدر أدفع إيجار شقة زي دي. دي الشقة اللي كنت هاخدها من كيداهم كانت أوضة وصالة وبمنافعهم وفي السلام لي. سيبك من كيداهم، أنت دلوقتي مع المعلم عدوي، واللي مع المعلم عدوي ليه دعوة بكيداهم ولا بحنف البرنس؟ وما تحمليش هم الإيجار، اللي تقدري تدفعيه ادفعيه، والبضاعة بتاعتك كمان كل يوم الصبح تقرصيها وتحطيها في الصاجات وتيجي تخبزيها في الفرن عندي. ربنا يخليك يا معلم، أنا مش عارفة أقول لك إيه. ما تقوليش حاجة، ادعي له بس ربنا يخليه لنا. أمين يا رب. يلا هنزل أنا بقى عشان أخلي العيال يطلعوا العفش. خدني معاك يا فؤاد، إذا احتجتي أي حاجة تجيلي على طول. سلام عليكم. وعليكم السلام، كتر ألف خيرك يا معلم. تحرمش منك يا رب. اتفضل معاك. مع السلامة. بس انت عملت واجب جامد قوي مع البنت دي يا معلم. بنت غلبانة صابت عليا، وبعدين مش قد كيداها. وبيني وبينك انا سجلتها عندي فوق هنا بالعين في حالها. طب وكيداها يا معلم هتفوت الليلة دي؟ أعلى ما في خيلها تركبه، توريني هتعمل ايه؟ طب ليه طيب؟ ننفخ في النار تاني بعد ما هديت؟ هديت؟ ده بتهيألك. ده من على الوش بس، ما على ايدك، ما ديك شايف كيداه ومحنفي عمالين يلخبطوا معايا من تحت لتحت. والله يا معلم انا خايف للبنت دي تبقى الضحيه في الاخر. ما ده احنا قاعدين نتفرج لما نشوف ايه اللي هيحصل. بس على الله بقى كيداه ومحنفي ابتدوها هم الاول. كل العركه دي تحصل وانا قاعد في محل الحسين ومش دريان. اسكت يا حنفي، بنت قليلة الأدب ولسانها متبر منها ومحدش ملاعينها في الحتة. واللي زاد وغطى بقى اللي مخفي اسمه، اللي قاعد يعمل لي فيها 7 رجالة ببعض عشان يلفت نظر اللي ما تتسمى دي اللي اسمه عدوي. أيوة، ما هو عايز جنازة ويشبع فيها لطم، وطبعا لما لاقيك في الليلة حب يتمنظر قدامك ويعمل برم. يا
راجل انت لسه فاكر ده كلام كان زمان، وبعدين كل شيء اسمه نصيب، وانا خدت نصيبي من الدنيا. احنا نصيب ربنا بعتولي اللي هو انت. الله، طب ليه بقى حشر مناخيره في كل حاجه كده؟ ما انت عارف هو يحب يحط مناخيره كده في السقطه واللقطه. بس بيني وبينك يا كيداهم، هو برضه عنده حق طبعا. ما انا خطفت منه المزه اللي كان متشحتف عليها، ومش اي مزه، صاروخ صاروخ ارض ارض يا ارض تهدم عليكي قدي. بس خد صوتك شويه احسن بناتك تسمع الكلام الحلو اللي بينقط من بقك عسل ده، من زمان ما سمعتوش يا حبيبي. وطي صوتي للبنات تسمع، ده مصر كلها سمعت. ايه القهوه فارت وهم جم. طب وما افتح الباب بقى. مين معلم؟ معلمه في ايه يا واد؟ مالك جاي متعفرت ليه؟ في ايه اللي حصل؟ الجدع اللي اسمه عدوي ده مش ناوي يجيبها البر. قطع اسمه من سجل العايشين كلهم، عمل ايه تاني اللي ما يسمى ده؟ جاب البيت بتاعت الخناقه اياها وسكنها عنده. لا وايه، خلى رجالته هم اللي يطلعوا لها العفش كمان. لا 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 بقى، ده زودها، ده بيتحداني. هو ايه، عاوز احط راسي براس البيت دي؟ ده انا المعلمه كيداهم. مبسوط يا حنفي؟ اهدي بس يا معلمه كيداهم. اهدى ايه ونيله ايه؟ هو يعرفها منين؟ قال على راي المثل ما بيقول، البقره بتولد والطور عمال يحزق لها. ليه؟ في جميلها. ادي قلتها، بس وحيات معصيصي دي، لا خلي اللي ما يشتري يتفرج على عدوي ده. بصوا بقى يا معلمين، انا جمعتكم دلوقتي عشان تحكموا بيني وبين المعلم عدوي الناشف. انا مش فاهم الراجل ده حاططنا ليه على راسه وزاعي، عمال يرازي فينا، مع انه عارف كويس قوي ان انا ممكن امسحه من على الارض باستيكه. بس انا قلت اجيبكم واشهدكم بينه وبينه، وكده يبقى عداني العيب. وعلى كل ان انا بعدت انده. عمل ايه تاني يا معلمه؟ السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا معلمه كده؟ خير خير. اهلا يا حبيبي. اهلا اهلا معلم عادل. اتفضل اتفضل يا حبيبي، اقعد هنا، اقعد يا حبيبي. اسمع يا عدوي، انا بشاهد الرجاله عليك اهو، شغل حوريني يا كيكا اللي بتعمله معايا ده ما ينفعش مع المعلمه كيداهم. حوريني يا كيكا؟ الكلام الغريب ده اللي ودانك سامعاه ده يا معلم؟ يرضوك يا معلمين الوليه اللي تقل ادابها على المعلمه كيداهم وضربت بنتها، ياخدها يسكنها عنده، وما انه عمره ما شافها ولا عرفها، يبقى معناها ايه ده؟ انه عاوز يتحداني. قرايه يا عدوي، ما تلم الدور احسن والطيب احسن يا حبيبي. في ايه؟ انت واقع علينا علشان تنقر فينا؟ لا يا عدوي، لم تعابينك احسن لك. لا يا عدوي، مالكش حق تنصر بنت غريبه على اهل حتتك. انت مش فاهم الفوله يا معلم. طب المعلمه كيداهم نصب على البنت الغلبانه دي، خد منها قرشين وراح اجر لها شقه، بعد كده طمع في راجل اداله 1000 جنيه واجر له نفس الشقه. كلام ده حصل يا معلمه؟ الله، انا مش فاهمه، هي السكنه بالعافيه وبعت لها الفلوس بتاعتها عند المعلم عدوي؟ ما قدامك اهو سالوه حصل ولا ما حصلش يا معلم. وايه بقى اللي كان المفروض اعمله يا معلمه كيداهم وترتاحي؟ ارمي البت الغلبانه دي في الشارع هي وعفشها؟ لا، حنين حنين يا معلم عدوي، ده الحنيه يا اخويا اللي نزلت عليك مره واحده دي. وانت عارف ان طول عمري حنين يا حنفي، بطل النواره دي. وبعدين مش عيب عليكم جايبين معلمين كبار قد الدنيا عشان موضوع هايف زي ده؟ لا يا نور عين، الموضوع مش هايف. انا جامع الرجاله دول عشان اشهدهم على عمايلك. حاشر مناخيرك في اللي ليك فيه واللي مالكش فيه، مدي بينا ليه؟ انا مش فاهمه. انا برضو اللي حاشر نفسي في كل حاجه. المطلوب مني ايه دلوقتي؟ المطلوب منك ان البت دي تطردها بره الحته ودلوقتي حالا. نجوم السماء اقرب لك يا كيداهم. جرى يا عدوي؟ انت عايز تغلط في المعلمه مراتي؟
وانا قاعد. انت ما انت سامعها بتقول ايه؟ بصراحه يا عدوي انت اللي غلطان، عيب، لازم تشتري خاطر اهلي حتتك. انا مش قادر افهم انتوا عايزين مني ايه بالظبط يا جماعه. ما اقدرش، البيت دي مضت معايا عقد ودفعت سنه مقدم وبجيبها وصل، اطردها ازاي؟ طب انا عندي حل يا معلمك هيداهم. المعلم عاد ويجيب البنت دي تسترضاك انت وبنتك وتحب على راسك، ويكون الكلام ده قدام كل الحته، وبخت من قدر وعفي. قدر وعفي ايه يا معلم؟ بعد ما تقل ادابها البنت دي على معلمك هيداهم وتضرب بنتها اسامحها؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا. معلش يا هيداهم، انت والمعلم حنفي كبار الحته والكبير كبير باخلاقه. الله، ما تقول حاجة يا معلم حنفي. خلاص بقى، خلاص يا معلمك هيداهم، انت قلبك كبير ومسامحة على طول. يا سلام، يعني انت راضي بكده حنفي؟ اللي تشوفيه يا معلم. يعني ايه اللي تشوفه؟ اللي انت عايزاه. يعني ايه اللي انا عاوزاه؟ يعني تسامحي ما تسامحيش ده حاجة راجعة لك. يا اهلا، ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ يعز مقدارك يا صفيه يا بنتي. ازيك يا سي فؤاد؟ ازيك انت يا صفيه؟ لا مؤاخذه، اتفضل اتفضل. يا ساتر، اتفضل. يا اهلا وسهلا. ها، ايه الاخبار؟ العفش تمام وكله تمام؟ انا قلت للعيال لو حد جرح حاجه هطلع عين اهل. الهي تسلم يا رب، بس في شويه حاجات كده يعني كسرت في الخناقه. معلش يا صفيه، فداكي، بكره ان شاء الله تعوضيهم. ربنا يخليك. اتفضل في صالون يا معلم، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. سيبيها. اتفضل يا سيدي. لا مؤاخذه يا معلم، معلش، يعني القعده مش قد المقام. مين اللي قال لك كده بقى؟ لا، القعده حلوه والحمد لله. كوني فاكره يا صفيه ان انا اتولدت ببق معلقه ذهب. يا قوة الله، ده أنا شفت أيام ما يعلم بها إلا ربنا، بس الحمد لله بعد كده ربنا أكرمني والأشياء بقت معدن والحمد لله. ربنا يزيدك يا معلم، هقوم أعمل لكم شاي. لا 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 لا، أوادي ما تتعبيش نفسك، أنا أصلي يا ستي جاي لك مخصوص في موضوع عايز أكلمك فيه. خير يا معلم. شوفي بقى، أنت لسه جديدة على الحتة دي، مش معقول أول رجلك ما تتحط فيها يبقى ليكي أعداء. والولية اللي اسمها كيداهم دي حطاكي في دماغها من ساعة الخناقة اللي تمت ما بينكم. ست مجنونة، فاكرة ان انا سكنتك عندي هنا بالعندي فيها. هي ايه حكايتها الست دي؟ ربنا يهدها، دي ولية كلها شر، لا تعرف لا رحمة ولا مروة. لا بس اسمع ما اقولك، انا قدها وقد عشرة زيها كمان، بس انا بقى مش عايزك تتظلمي بينا. الست دي قادرة وانت ما انتش قدها يا بنتي. طب وايه المطلوب مني يا معلم؟ يعني عايزك تبقي تيجي معايا بكره تستسمحيها كده في كلمتين علشان تخرجك من دماغها، وبعد كده انت تفوقي بقى لشغلك والاكل عيشك. حاضر يا معلم، عشان خاطرك انت بس، بعد اللي عملته معايا لو تطلب عيوني ما اقدرش اتاخر عنك ابدا. ان ما وريتك يا كيداهم ده انت هتشوفي مني ايام سودة. أي خدمة؟ أنا صافية، جارتك في الشقة اللي قصادك. بتاعت الخناقة اللي بطحت الرجل وفتحتي له دماغه. ما تاخديش عني فكرة وحشة، أنا والله العظيم أغلب من الغرب. هو الحق يتقال، أنتي شكلك بجد غلبانة، بس يا صافية أصل اللي أنا سمعته عنك يا أختي خلاني خدت عنك فكرة وحشة خالص. هو أنت كنت عايزة حاجة؟ لو أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي سناء. عاشت الأسامي، قلقاش عندك شوية مسامير؟ أنتي عارفة أنا لسه معزلة جديد
وعندي حاجات عايزة أعلقها. هو أنا عندي أكتر من مسامير؟ ده أبويا الله يرحمه كان نجار. الله يرحمه. هو أنت عايشة لوحدك؟ لا يا أختي، أنا عايشة مع عم. ربنا يخليها لك. تعيشي يا صافية، خد يا أختي المسامير أهم. ما تيجي تشربي معايا شوية شاي. معلش خليها مرة تانية، الشقة مكركبة جوا ولسه قدامي حاجات كتير عايزة أعملها. خلاص أنا مستنياكي تيجي تزوريني، بس لو ما جيتيش هزعل. لا هجيلك، الأيام جاية كتير، أنا حتى ارتحتلك لما شفتك. وأنا كمان. متشكرة على المسامير، تصبحي على خير. وأنت من أهله يا أختي. أهلا أهلا يا معلم عدوي، يا مرحب. أهلا. طب يلا مع السلامة السعادة. السلام. معلمك إيه ده؟ أجيب لك صافية علشان تستسمحك أنت وبنتك. أهلا يا معلم عدوي، منور. حقك عليا يا معلمك إيه، ما تأخذنيش، إلا ما أعرفك يجهلك. خلاص ده يا معلمة، أني سامح كريم. حقك عليا أنسة كريمة، ما تزعليش مني يا أختي. ده أنتي انت عليك دماغ، ده انا قعدت يومين محوله بعد الروسيه بتاعتك. معلش انا متاسفه، وكان على الروسيه ادي راسي قدامك اهي، اديني واحده ونبقى خالصين. بقول لك يا بنت انت، بلاش الشويه بتوعك دول، مش هيخيلوا علينا. احنا هنسامحك المره دي عشان خاطر وجود المعلم عدوي عندنا هنا في المحل، بس يكون في معلومك تقعدي هنا في الحته بادب، مفهوم؟ ماشي يا معلم. خلاص يا معلم، صف كلامك. المهم انت تصفى يا معلم من ناحيتك. الله الله الله، عشان ايه الكلام ده بقى؟ ده انا جاي اقدم السبت اهو. خلاص خلاص يا معلم، كيداهم. وبعدين المعلم اهو جاي ويقدم فرض الورق والطاعه، واحنا ولاد النهارده. طب يلزم مني اي خدمه؟ كتر الف خيرك، الف شكر. بالاذن يا معلم. اذنك معاك يا اختي. بدري يا معلم، بدري يا معلم عدوي. بما اننا ظلمنا البنت دي يا ماما، دي شكلها غلبانه قوي. غلبانه؟ طالعه اللي مخلفك ابوكي، مظبوط يا حنفي؟ طبعا.